يعطيك العافية حاجي. أبو دعاس ممكن نعرف شو هي مطالبك؟ والله يا أستاذ أنا مطالبي واضحة وصريحة. أولا إلغاء نتائج انتخابات الرابطة الفلاحية في ضيعة عود البخور، الضيعة التي لها جذور، وإعادة هذه الانتخابات تحت إشراف منظمات دولية. ثانيا العمل على قطع دابر الفساد وتفشي الرشوة والمحسوبيات وتطبيق القانون على الجميع. كما أطالب الحكومة العتيدة بزيادة رواتب الموظفين والعاملين في الدولة بنسبة 1000%. وأطالب أيضا بإعادة النظر بالسياسة الضريبية المتبعة وسن قوانين جديدة لكي تكون الضرائب المفروضة على شرائح المجتمع عادلة وبعيدة عن الغبن. وأخيرا لا آخرا أشكر قناة CNN التي أتاحت لي هذه الفرصة الطيبة. والسلام عليكم، نصركم الله. مين ها؟ أبو دعاس بعرف إنه هو بطيخ، بس مين هو؟ مين بيمثل؟ مين وراه؟ العمل على الشغلة شايف لك طلعنا آخر من يعلم. ألو. احترامي سيدي. نعم سيدي نعم شفتها. بصراحة نحن هلأ ما عندنا أي معلومات، ونحن سيدي تفاجأنا كمان. حاضر سيدي حاضر. الله معك. العمى من وين طلع لنا هذا كمان؟ وين ما صح بأسرع وقت ممكن بدي كل شيء عن هذا الشخص، دراسة كافية ووافية. حاضر سيدي. ما بدي وصيك كل شيء وبالتفصيل الممل، وين درس، وين عاش، مين رفقاته، شو اتجاهاته، شو ميوله، شو وضعه الاقتصادي والنفسي والاجتماعي، في عنده شيء اتجاهات سياسية، كل شيء كل شيء. حاضر سيدي. يلا انطلق. يلا سيدي. العمى بقلبه العمى. ولك شو هالأبو دعاس هذا؟ فضحني على شاشات التلفزيون والفضائيات. بالعكس يا مختار، هي شهرة كبيرة لإلك. وعلى فكرة انت اول مختار بتاريخ ضيعة عود البخور بيطلع اسمه بالتلفزيون، بقى شو بدك احسن من هيك؟ ولك تضرب انت هيك شهرة. ليش مختار؟ ولك يا مجنون، بلكي بكرة اجوا من العاصمة واجلوا تحقيق حول الانتخابات، وشو بدها تفيدني هالشهرة ساعتها؟ بس الغريب بالموضوع شلون قدر ابو دعاس يتصل مع الصحفيين والفضائيات وبهالسرعة هي؟ يعني كتير شغلة صعبة، ما هني بدي الجنازة تلطموا فيها. قلتك السلطات بالعاصمة رح تسكت له. لا والله ما رح تسكت له. وبكرة من أول كف رح يهجم على الأكل بالأربعة والكف. قال اضراب عن الطعام قال. قلت شو هالمجنون هذا؟ مفكر حاله بجزر المرايو؟ طيب ولأيمتى بده يضل مضرب عن الطعام؟